السؤال ده يا شيخ، يعني صوتي كويس في القرآن في كده، ف نافع للإمام المسجد بيخليني أصلي بكون لابس بنطلون، هل في شيء يعني؟ لا، الصلاة صحيحة، بس يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بأن يقدمونك لإمامة المسجد، فيعني لا يليق بك أن تدخل تصلي بهم وأنت لابس الجينز ومجسد العورات، لا يليق بك. خلاص، بعد كده الصلاة صحيحة على أي حال، لكن كن وقورا.